أعزائي أولياء أمور وطلاب الصف السادس، إزيكم؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة هنشرح ونحل الدرس الأول من الوحدة الثانية. الشرح والحل هيكونوا من كتاب المعاصر. طبعا قبل ما نبدأ، لو أنت حابب تتواصل معي بشكل مباشر وتبعت لي أسئلتك واستفساراتك وكمان تنزل أي ماتيريال خاص بمناهج اللغة الإنجليزية، هسيب لك رابط جروب التليجرام ورابط صفحتي على الفيسبوك في صندوق الوصف أسفل الفيديو. كمان ما تنساش تعمل لايك لو عجبك المحتوى عشان تساعدني اوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من الطلاب يستفيدوا بيه. ولو مش مشترك هيشرفني وسعدني جدا انك تشترك وتتابع معايا باقي المنهج. ودلوقتي نبدا الوحده بتاعتنا بتقول العنوان بتاعها We are all different، يعني نحن جميعا مختلفون. الوحده دي هنتعلم ازاي نتكلم عن شخصيات الناس ونوصفهم. كمان هنتعلم فيها ازاي نوضح الاشخاص والاماكن عن طريق استخدام ضمائر الوصل، وده الجزء الخاص بالجرامر في الوحده. وطبعا ما ننساش الجزء الخاص بالنطق اللي هنتعرف فيه على فروق بين الاصوات الخاصه باللغه الانجليزيه. ودلوقتي نبدا الدرس بتاعنا. ده lesson 1 وعنوانه he is very clever، يعني هو ذكي جدا. طبعا بنبدا باي درس طبعا زي ما تعودنا بالكي فوكابولاري، المفردات الاساسيه. اول كلمه معانا كلمه nervous، متوتر او عصبي. nervous، clever بتساوي intelligent، clever، intelligent. shy خجول. personality شخصية. polite بنقسمها مقطعين، polite يعني مهذب. calm طبعا حرف ال هنا silent. calm هي quiet يعني هادئ. messy يعني فوضوي او غير منظم او غير مرتب. organized بتساوي tidy يعني منظم او مرتب. organized بتساوي tidy يعني منظم او مرتب. بعد كده ال extra vocabulary اللي هي المفردات الاضافيه اللي محتمل نكون سمعناها كتير قبل كده، زي extra يعني اضافي. relaxed طبعا حرف الاي هنا silent وبننطق الدي زي حرف التي. relaxed. copy نسخه. worried قلق. careful حريص. carefully بعناية أو بحرص. textbooks كتب مدرسية. textbooks. worksheets أوراق عمل. correctly بشكل صحيح. friendly ودود. helpful متعاون. school work عمل مدرسي. respect احترام او يحترم. break فترة استراحة او اللي هي الفسحة. بعد كده تصريف الأفعال المنتظمة. asked طبعا حرف الاي سايلنت والتي والدي بتنطق ت. asked. shared felt طبعا ده فعل غير منتظم. felt بعد كده ده آخر جزء في مفردات الدرس وهو ال important expressions and prepositions، التعبيرات وحروف الجر الهامة. take around
تيك اراوند، يعني اخذ في جوله، يعني مثلا لما يكون شخص جديد في المكان وانا مثلا باخده بفرجه على المكان واعرفه على كل حاجه فيه. تيك اراوند، ام نوت شور، ام نوت شور، لست متاكد، ا بيت نيرفس، ا بيت نيرفس، يعني متوتر قليلا. ليتس، ليتس يعني هي بيجي وراها الفعل في المصدر طبعا زي ما انتم عارفين. كم اون، كم اون، كم اون يعني هي او تعالى، ودي طبعا تعبير بيقال للتشجيع. ويلكم تو، ويلكم تو، مرحبا بكم فيه، وبيجي وراها اسم المكان اللي انا برحب بيه فيه. يعني مثلا لو برحب بيك مثلا في مدينه القاهره فهقول لك ويلكم تو كايرو، مرحبا بك في مدينه القاهره. Welcome to Egypt، مرحبا بكم في مصر. Welcome to our school، مرحبا بكم في مدرستنا. Show respect to، show respect to، يظهر احترام لي. Get to know، get to know، يتعرف على. At break، at break، في فترة الراحة. Stay with، stay with، يبقى مع. بعد كده study these definitions، ادرس هذه التعريفات. طبعا التعريفات دياتي مش مطلوب حفظها لكن انت بتقراها بفهم. اول كلمه، كلمه messy، not tidy or organized. friendly، nice to others، لطيف مع الاخرين، or helpful، متعاون. organized، منظم. tidy او careful. clever، clever، intelligent، ذكي. good at school work، او جيد في العمل المدرسي. nervous، nervous، not calm، not calm، worried، worried، shy، shy، worried about، talking to people، quiet. يعني الشاي اللي هو الخجول اللي هو بيبقى الان لما بيجي يتكلم مع الناس او بيكون هادئ بس ممكن يكون هدوء اكتر من اللازم شويه. polite، polite يعني مهذب. speaks carefully، يتحدث بحرص او باحترام يعني. and correctly، وبشكل صحيح. shows respect، ويظهر الاحترام للناس. بعد كده دي النقط الرئيسيه اللي في النص. جيب لي هنا كلمه first يعني الاول او اول، وكلمه school مدرسه. آسر is حازم's new friend at school، يعني آسر صديق حازم الجديد في المدرسة. feel يشعر، و nervous متوتر. حازم لأنه جديد طبعا في المدرسة زي ما هنعرف. feels a bit nervous and shy، بيشعر بقليل من التوتر والخجل. school big، حازم's school is very big، يعني مدرسة حازم كبيرة جدا. clever good at، باسل is very clever and good at math، يعني باسل ذكي جدا وجيد في مادة الرياضيات. books، home، حازم has a lot of books in his room at home، يعني حازم لديه كثير من الكتب في غرفته في المنزل أو في البيت. a bit يعني قليلا، ومسي معناها فوضوي. حازم is a bit messy، يعني حازم فوضوي شوية أو مش مرتب شوية. بعد كده معانا البوب كويز على الفوكابيلاري اللي احنا قريناها، اختبار صغير كده عشان بيأكد على فهمك للمفردات اللي انت قريتها. he gets worried، هو يصبح قلق. he is طبعا nervous، متوتر. he is a very boy، he shows respect، shows respect يعني يظهر الاحترام to others، للآخرين. طبعا بيظهر الاحترام يبقى polite، مهذب. she is a girl، she is good at school work، هي جيدة في العمل المدرسي. طبعا هتبقى she is a clever girl، يعني هي بنت ذكية. ده نص listening و reading بتاع الدرس. دي عبارة عن حوار أو محادثة بين حازم، وحازم ده طالب جديد في المدرسة، وآسر صديقه، وآسر بياخد حازم في جولة في المدرسة وبيعرفه على الأماكن اللي فيها وكده، وكمان بيعرفه على صديقهم باسل كمان. هنقرأ ده النص واحدة واحدة ونفهمه مع بعض.
هاي حازم، هنا آسر اللي بيتكلم. I am Asr. You look worried. Is everything okay? بيرحب بيه بيقول له انت تبدو قلق يا حازم. هل كل شيء على ما يرام؟ يعني انت كويس؟ Hi Asr. It's my first day at school. And I feel a bit nervous and shy. بيقول له ده يوم الأول في المدرسة وأنا حاسس بقليل من التوتر والخجل. فأنا طبعاً آسر بيطمن صديقه حازم ويقول له Don't worry. We are all friendly. كلنا ودودين. بيقول له ما تقلقش، احنا كلنا ودودين وطيبين هنا. I can help you get to know the school. وأنا أقدر أساعدك إنك تتعرف على المدرسة. فهنا طبعا حازم يقول له really؟ حقيقي؟ جد؟ can you؟ تقدر؟ sure. قال له بالتأكيد. I can take you around. قال له أنا ممكن أخذك في جولة. show you where your school your classroom is. ووري لك كمان الفصل بتاعك فيه. and stay with you at break. وهبقى معك في الفسحة. let's go meet some of my friends. بيقول له تعالى وعرفك أو تعالى نقابل بعض من أصدقائي. بيقول له look انظر there is Basil. هناك هو باسل. hey Basil. hey دي طبعا صايحة لجذب الانتباه أو بينده عليه. فهنا طبعا باسل بيرد يقول له hi Asr. أهلا يا آسر أو مرحبا يا آسر. حازم this is Basil. هنا طبعا آسر بيعرف باسل على حازم، فبيقول له حازم يا حازم this is Basil. ده باسل. he's very clever. يعني هو ذكي جدا. and he is good at math. وشاطر أو جيد في الرياضيات. you can ask him. ممكن تسأله if you need any help with your homework. ممكن تسأله لو أنت محتاج أي مساعدة في الواجب بتاعك. باسل بيكلم هنا باسل this is Hazem. هذا حازم. he's starting school here today. وهو بيبدأ المدرسة معنا النهاردة أول يوم دي. هاي حازم. هنا باسل بيرد بيقول له أهلا يا حازم. welcome to our school. مرحبا بك في مدرستنا. فهنا طبعا حازم بيتكلم بيقول له he's so polite. بيقول له هو مهذب جدا. يقصد هنا باسل. فباسل هنا بيقول له thanks. شكرا. do you have all your books yet؟ بيقول له انت معاك كل الكتب بتاعتك حازم يا حازم. فحازم هنا بيرد بيقول له I'm not sure. مش متأكد. I have a lot of books. لدي الكثير من الكتب. in my room. في غرفتي. at home. but I am a bit messy. قال له بس انا فوضوي شوية مش منظم. I'm not sure which textbooks I already have. بيقول له أنا مش متأكد إيه هي الكتب المدرسية اللي معايا بالفعل. فهنا طبعا باسل بيعرض عليه بيقول له you can share my book today. بيقول له أنت ممكن تتشارك الكتاب بتاعي معايا النهار. and I have an extra copy. يعني نسخة معايا نسخة إضافية. of the worksheets. من أوراق العمل اللي هي الأوراق اللي فيها التمارين والأسئلة وكده. فبيرد طبعا حازم ويقول له واو دي صيحة الدهشة والإعجاب. you really organized. بيقول له أنت فعلا منظم. thanks Basil. شكرا يا باسل. come on يعني هيا. ودي طبعا زي تشجيع أو نداء بيقول له يلا أو تعالى. طبعا اللي بيوجه الكلام هنا هو آسر لحازم بيقول له I'll show you. هوري لك أو هوضح لك where the science classroom is. هوري لك مكان فصل العلوم. دي general exercises التدريبات العامة على الدرس الأول. أول حاجة طبعاً زي ما تعودنا بتكون غالباً استماع. هقرأ نص الاستماع نفهمه مع بعض ونجاوب ونملى الفراغات. أول حاجة بيقول هنا حازم is a new student at our school. يعني حازم طالب جديد في مدرستنا. He is very polite and clever.
هو مهذب جدا وذكي. زين is Hazem's friend, new friend. يعني زين هو صديق حازم الجديد. Who helps him get to know the school, اللي بيساعده انه يتعرف على المدرسة. زين takes Hazem around, يعني زين بياخد حازم في جولة, and shows him, وبيوري له او بيوضح له where his classrooms are. بيوري له اماكن الفصول بتاعته. حازم is very happy. حازم سعيد جدا. نجاوب كده مع بعض. أول حاجة حازم is a new student at our, طبعا at our school, في مدرستنا. بعد كده حازم is very, طبعا very polite, مهذب جدا, and clever. زين is حازم's new, طبعا new friend, يعني زين هو صديق حازم الجديد. زين shows Hazem where his, طبعا يوري له أماكن, where his classrooms are, يوري له أماكن الفصول. بعد كده سؤال المحادثة, هنبدأ الفراغات من لسة الكلمات دي. كلمة calm يعني هادئ, textbooks كتب مدرسية, nervous متوتر, day يوم, break فصح. علي ونديم, علي are you a new student? Yes. It is my first at school. It was my first day. هذا أول يوم لي في المدرسة. How do you feel? كيف تشعر? I feel a bit. أشعر بقليل من. طبعا nervous. بقليل من التوتر. And shy. والخجل. Don't worry. لا تقلق. Stay calm, يعني ابقى هادئا. Stay calm. We are all friendly here. يعني احنا كلنا ودودين هنا. نديم بيقول I don't know anyone here. لا أعرف أي حد هنا. Let's go meet, يعني هيا نذهب لنقابل some of the students. Do you have all your, هل لديك كل, طبعا كل ايه, your textbooks, هل لديك كل كتبك المدرسية, your textbooks. I'm not sure. قال له أنا غير متذكر. بعد كده سؤال التوصيل. How does she feel today? كيف هي تشعر اليوم؟ ده تبقى number one. Messy يعني فوضوي. Means بتعني not tidy or organized. تبقى number two. She's very friendly. هي ودودة جدا. And helpful, ومتعاون, تبقى number three. Adam is good at, يعني Adam جيد في English, في اللغة الإنجليزية, تبقى number four. She is very polite, يعني هي مهذبة جدا. She likes talking to people, هي بتحب التحدث للناس, تبقى number five. بعد كده معنا سؤال الترتيب. I have, يعني أنا لدي, an extra book for you. بعد كده do you have, يعني هل لديك, all your books, يعني هل لديك كل كتبك, yet, but, بعد كده, علي, shows, يعني يظهر, respect, الاحترام, to everyone, لكل واحد أو للجميع. My friend يعني صديقي أو صديقتي. My friend نادين is funny,
and friendly. معنا سؤال choose. This room isn't tidy. يعني هذه الحجرة غير منظمة. It's really طبعا messy. She doesn't like to talk to strange people. Strange معناها غريب. اللي هي لا تحب التحدث إلى الناس الأغراب. Because she is طبعا إنها shy خجولة. Let's طبعا let's be وراء الفعل في المصدر. تبقى let's go to the beach with our friends. بسمة is very, she is good at math. هي جيدة, very good, جيدة جدا at math. طبعا هتبقى clever يعني ذكية. Come ندى يعني هيا يا ندى. I'll show you where the classroom is. يبقى come on يعني هيا. بعد كده معانا سؤال القطعة. هنقرا القطعة مع بعض ونجاوب أسئلتها. أول حاجة بيقول هنا إياد is a new student at school. يعني طالب جديد في المدرسة. He is 13, عمره 13 سنة. He feels a bit worried. يشعر بشيء من القلق أو بقليل من القلق. Adam is Iyad's new friend. Adam هو صديق Iyad الجديد at school. Adam is going to help Iyad to get to know the school. وأدم هيساعده في أنه يتعرف على المدرسة. He shows him where his classrooms are. وبيوري له فين مكان الفصول بتاعته. Adam is very clever. يعني ذكي جدا. He is good at math. هو جيد في مادة الرياضيات. Iyad can ask Adam if he needs any help. Iyad يقدر يسأل Adam لو هو محتاج أي مساعدة with his homework في الواجب بتاعه. Iyad forgot his textbooks. Iyad نسي كتب الدراسية because he's a bit messy. لأنه فوضوي شوية أو مش مرتب. Adam is very polite. Adam مهذب جدا. He offers يعني يعرض أو يقدم to share and يشارك his worksheets لأوراق العمل with Iyad مع Iyad. Iyad now is very happy and quiet. Iyad دلوقتي سعيد جدا وهادي. أول حاجة the opposite. Opposite اللي هو المضاد. مضاد the underlined word worried. كلمة اللي تحتها حط worried. عايزين المضاد بتاعها. طبعا worried مضاد بتاعها relaxed يعني مستريح أو مسترخي. Adam is going to share his هيشارك طبعا his worksheets أوراق العمل بتاعته with Iyad at school. أول سؤال هنا how can Adam help Iyad؟ يعني كيف يستطيع آدم مساعدة Iyad؟ طبعا هنا he is going to help or he can help Iyad to get to know the school. هيساعده في التعرف على المدرسة. يبقى how can Adam help Iyad؟ كيف يستطيع آدم مساعدة Iyad؟ يبقى نقول كده he can help Iyad get to know يساعد في التعرف the school. تاني سؤال what is Adam good at؟ هو جيد في طبعا هو جيد في math. جيد هنقول كده he is good at math. هو جيد في مادة الرياضيات. طبعا كلمة math ممكن تتكتب كده أو تتكتب بالشكل ده. طبعا دي في الإنجليزي الأمريكاني ودي في الإنجليزي البريطاني والاثنين صح. How old is Iyad؟ كم عمر Iyad؟ طبعا عمره زي ما أذكر هنا في القطعة 13 13 سنة. He is 13 يعني عمره 13 سنة. بكده نكون خلصنا الدرس الأول من واحدة تانية. يا رب يكون الشرح عجبكم وده تفيدكم وانا ألتقي إن شاء الله في فيديو جديد قريب. Goodbye.